كيف تتذكروا من المره الماضيه فرجيتكم اياه؟ هاي عندنا رح تشوفوا رح تلاحظوا هذا لوغاريتميك وهذا هون لوغاريتميك. عاده الاصطلاح انه نحط الزمن هناك والكرنت هون. هلا اذا بدك بامكانك تعرف هذا الخط انه واحد اي ريتد، اذا بدك حتى تعمل نورماليزيشن ممكن تقول نورماليزيشن. فاذا هاي البريكر 10 امبير تضرب كل شيء في 10، واذا هي 100 مثلا تضرب كل شيء في 100، او بتاخذها زي ما هي. هي 10. هلا الكرنت هون هي عباره عن 15 مش هيك؟ 15. فهذا هو الخط تبع ال 15، هو الريتنج تبع هاي البريكر. المفروض هذا الخط ما يلتقي فيه الا عند انفينيتي، انفينيت تايم. هي الثيرمال، وبعدين عندي الماجنتيك هون. هلا الماجنتيك بتراوح هون عماله بعطيني تقريبا زمن فصل حوالي 40 ملي سكند. 40 ملي سكند مهم، رقم مهم في الكهرباء، اللي بيعملوا التمديدات الكهربائيه والهاي والحسابات بهمه يقول انه انا قدرت افصل الدائره في 40 ملي سكند. لانه في خطر على حياه الناس اذا صار شورت سيركت او صار مشكله لهاي. هذا الرقم مهم بتكرر كثير، 40 ملي سكند، بيعتمد طبعا على الليرت الموجوده هون. هي الفيوز، الفيوز بتشوفه بيشبه الى حد ما بيشبه الثيرمال كاركترستكس اللي موجوده هناك، وهذول زي ما حكيت هذول الاثنين لوج سيركت.